معكم اليوم في الجولة الثانية من بطولة الفرنسية لنخبة الشبكات الإعلامية بمكة المكرمة في هذا اللقاء الأول في هذا اليوم الذي يجمع ميديا تيك الشبكة الإعلامية في ملاقاة صدى مكة برو، الفريق الذي يريد تضميد الجراح. بل الفريقين اليوم يبحثون عن تضميد جراح الخسارة الماضية. نتابع تسديدة، كرة تلعب حلوة الفكرة لكن التنفيذ لم يكن بالصورة المنتظرة. المطرفي الذي كان حاضرا في يوم الافتتاح لكن ميديا تيك باللون الأصفر وصدى مكة برو. الله يا أحمد، اللعبة الجانبية عادت الآن، هنا اللمسات والتسديدة القوية تعود لهشام واصلة. يا سلام على المتابعة، هنا هشام. الله يا موهوب، اوه بالكبري مرت الكرة، تعود من جديد، ما زالت لهشام من جديد، كذلك مختار الجابي. لأن كرة الفاول أو كرة الأوت ما يجي منها هدف في هذا الملعب، إذا كانت كرة الأوت يجي منها هدف هذا يعني أن الكل يستغل الكرات الأوت وتلعب في الوسط. مختار الموهوب يسقط، لكن موسى نعم موسى ديكو. حط السيسي حط الله على هذه الكرة، الله على التسديدة. 1-0 لميديتك على حساب صدى مكة برو. بتوصل حلوة يا سيسي، هذه مباراتك يا سيسي. السيسي متحدي في هذه المباراة. السيسي إلى الآن يقف أمام هشام الشافعي ويمنع من هدف أول. جانبية يا تركي يا قنصل، لعيب تركي واحد من لاعبي بوابة النجوم في فترة ومدرسة المواهب. عادها هذه فيها لمسة وفيها جول، وتركي يسجل لمصلحة فريق صدى مكة برو. التعادل 1-1، الصدى 1 وميديا 1 وتك 1 وتكة لكل واحد لمصلحة فريق ميديا تك للأصفر والأسود أمام. العارضة بتمنع التقدم للمرة الثانية. ميديا تك إلى الآن يقدم مباراة ومختار يسدد. شوف السيسي، شوف القائد، شوف روح القيادة، شوف كيف يقود اللاعبين ويذود عن المرمى، يدافع عن الشباك لكنها بعيدة. شوف المنتج، تشوف كل أعضاء الشبكة. الله على التسديدة وتبعد الكرة إلى عمر، ينقل كرة برناوي لتعود لمختار، هذه للجول. لا يا ياسر، الله يا مختار، ما زالت مع سمير، ينقلها لتركي، هوبا يسدد تركي. هشام، هذه عرضية مختار مرت كبرو. نتابع الآن الكرة الثابتة وعلى تنفيذ. تركي يسدد كرة قوية. فريق الحجاز اللي تقدم جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، كرة تلعب الآن معها مشاهدينا متابعينا الأعزاء. صافرة النهاية والختام لشوط المباراة الأول، 1 ميديا تك 1 صدى مكة برو. نعود إليكم مشاهدينا متابعينا الكرام لاستكمال الشوط الثاني. تمريرة بتصل عند الطارقي، يا سلام، واحدة اثنين، الله الله الله، لكن التدخل والكرة لمصلحتي ولفرقة ميديا تك. الكرة بتتحول، حلوة اللقطة الماضية، الكرة بتصل عند حارس المرمى، وصلت لون، يا سلام إبراهيم يسجل الهدف الثاني لمصلحتي. نعم ميديا تك، والجول الثاني، 2 لمصلحتي ميديا تك، 1 فرقتي صدى مكة برو. إبراهيم والارتقاء الممتاز، إبراهيم يا سلام على تركي والتسديدة في اللقطة الماضية. كرة بتتحول، يبتصل الان عند حارس المرمى، يا سلام، حلوه، 1-2، الثالثه حلوه 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 حلوه، لكن تركي القنصل موجود في المكان المناسب. يا ربما الخطا كان واضح لتركي القنصل لكن حكم المباراه اعطى الاستمرار. فرقه حلاي نتابع الكره الثابته، الخطا الموجود عند تركي،
يا سلام يا سلام يا سلام على تركي القنصل والهدف الثالث ربما والنتيجة المتعادلة 2-2 عند الطاركي. الطاركي يبحث عن مرور التدخل الموجود. يا سلام الله حلوة من إبراهيم الموسى حلوة اللقطة الماضية الطاركي مختار والطاركي مختار يا سلام على كرة القنصل. الكرة بتعود الآن مختار تسديدة من جديد راحت إلى خارج أرضية الملعب. عادت الآن شوف المتابعة القنصل يبحث عن مرور. الكرة وين الكرة وين بتتسدد وصلت الآن. يا سلام يا سلام يا سلام شوف المتابعة شوف السيطرة تمريرة وين عادت الآن. يا سلام يا سلام يا سلام على مرور. يا سلام الله 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 عيسى يا عيسى يا عيسى والله عيسى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على عيسى مالي. عيسى يا عيسى يا عيسى والجول الثالث برافو والله عيسى من اول لمسة عيسى يصنع الهدف الثالث. الكرة كانت سهلة عند مختار لكن تأخر فيها وبالتالي عيسى خطفها. الكرة وين الكرة وين إلى خارج أرضية الملعب. عدت الكرة إلى خارج. شغالين في هذه البطولة المعلقين شغالين عندك السوالي. أوه يوه 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 على لقطة ممتازة على كرة ممتازة هذه واحدة الثانية لكن الكرة وين اتابع الكرة الثابتة. الله الله حلو حلوة من تركي القنصل والتسديدة الماضية. كرة بتتحول الآن بتتلعب ممتازة عادت من جديد. يا سلام على اسماعيل عادت لاسف للتدخل. الكرة الثابتة بتتحول واحدة اثنين بتصل عند الطارقي. الطارقي اوه يا طارقي اوه يا طارقي انت فعلان اوه يا سلام يا سلام يا سلام. التبديلات ربما من جانب صدى مكة برو لم تكن موفقة. نعم نوعا ما سمير كان واقف بشكل ممتاز ومناطق التصل الان ممتازه عادت الان بتسديد. شوف المتابعه شوف الجابي الجابي يقاتل تدخل موجود. مشاهدينا الكرام يطلق الحكم الصافره معلن عن نهايه هذا اللقاء بانتصار فرقتي ميديتك على صدى مكه.